والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. سائل يقول: إذا اشترط الواهب على الموهوب له ألا يبيع ما وهبه إياه، فهل هذا الشرط صحيح وهل يلزمه ذلك؟ إذا تمت الهبة وقبضها الموهوب له صار دخلت في ملكه، وإذا دخل في ملكه فله أن يتصرف فيها كيف شاء كيف شاء، يهبها لآخر أو يبيعها أو يستخدمها، الأمر إليه. وأما الاشتراط لا يبيع ولا يتصرف فهذا لا شك أنه ليس على كتاب، ليس في كتاب، شرط ليس في كتاب الله. أما أنت إذا وهبت وخرجت من يدك وحرم عليك الرجوع فيها انتقلت من ملكك إلى ملك الموهوب، فله أن يتصرف فيها كيف شاء.